جدي انا مش هرفع القضيه. مش صح ابدا ان انا احرمك من ابنك. من حقك ان انت تربيه معايا، وبعدين انا متاكده ان انت هتبقى اب كويس جدا. بجد؟ بجد. وكمان عليا ملهاش اي علاقه بمريم، ونادين عمرها ما هتاذي البيبي، انا متاكده. شكرا جدا يا فرح. العفو. ثانيه واحده، انا مش هتنازل عن القضيه غير لما نيره تدخل السجن. فرح انت كده بتحطي العقده في المنشار. لا خالص، انا عندي خطه. نادين كانت طول الوقت بتستغل نقطه ضعف فرح وهي البيبي، فما كانش في حل قدام فرح غير ان هي كمان تستغل نقطه ضعف نادين. وانت نقطه ضعف نادين الوحيده عشان هي لسه بتحبك. لا طبعا، انت مش فاهمه الموضوع. لا طبعا بتحبك، انا بقول لك. لا ولا بتحبيني ولا بتاع. بتحبك يا شادي، ومستعده تعمل اي حاجه عشان ترجعوا لبعض، حتى لو هتسجن مامتها. فرح اتغيرت خالص. فرح انا متشكر جدا. انا اللي متشكره قوي قوي. مش بس متشكره، انا كمان اسفه. اسفه ان انا دخلتك في كل القصص دي من الاول. لا طبعا عادي، انت كنتي بتعملي ده عشان جدتك وعشان البيبي. وكمان كنت عايزه اتكلم معاك بخصوص موضوع انفصالنا لما انت، انا عارفه ان رد فعلي كان بخصوص الموضوع ده. فرح انا كنت ما تقولش حاجه، مش لازم تقول اي حاجه يا شادي، انا مقدره وفاهمه، وانت فعلا كان عندك حق. الدنيا كانت هتبوظ مننا قدام لو البيبي اتربى في وسطنا. انا ضايقت منك وقتها، بس انا تجاوزت ده دلوقتي، وفعلا انا حابه ان احنا نكون صحاب. طبعا لازم نكون صحاب، حاجه تسعدني جدا. انا كمان. طمني عليك بقى لما ترجع من السفر. اوكي اوكي ماشي.